سيدة زهرة حيدر، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وسهلا واهلا. شحالك مع الصحة؟ ما شاء الله، الله يحفظك. عجبني نحت هذا الفضاء اللي قاعدين فيه، هذا في قطر والله، وكاننا قاعدين في الداخلة ولا اسا والله اسا ولا الزاك ولا الزاك. سبحان الله، هذا الناس نفس التقاليد نفس العادات الصحراوية، جيناهم وجبرنا كاننا في الصحراء المغربية، كأننا في بلادنا، كأننا في العيون، والله فاسة، والله في الزاك، والله في قليميم. ما شاء الله عليهم، لا من الكرم ولا من حسن الأخلاق ولا من التقاليد ولا من الفراش ولا من الأكل، وكأننا في الصحراء. نعم. يعني شنو هو السبب ديال الحضور ديالك ضمن هذه المنافسات؟ احنا جينا جروب من فرنسا من باريس، حضرنا في هذا الحدث الكبير التاريخي، جينا نساند المنتخب المغربي اللي الحمد لله حمر وجاهنا، كان على مستوى عالي، قدينا نوصلوا لنصف النهاية، خلالنا سمعة طيبة اللي تحاكى بها أجيال وأجيال. الحمد لله عندنا منين تشوف ذا من العرب جايين من السعودية، من عمان، من الكويت، من الجزائر، من تونس، اتصور بانهم الجزائريين جايين من ابو ظبي، جايين من فرنسا باش يشاركوا معنا في هذا، نتكلم عن الشعب الجزائري، باش يشاركوا معنا بحماس في هذا الحدث. لقيت سعوديين اللي ما شاء الله عليهم جايين حتى هما بالرايات المغربيه، القطريين كاع ما نتكلموا عنهم، اللي كنشكرهم من هذا المنبر على استقبالهم وعلى كرمهم وعلى الثقة اللي داروا في الشعب المغربي وفي هذا الناس اللي جات من المغرب باش تشارك في هذا الحدث، اللي كانوا على مستوى عالي في تنظيمهم، كانوا مستوى عالي في أخلاقهم، في تصرفاتهم معنا، في احترامهم تقديرهم للمغاربة. منين تشوف شوارعهم الرايات المغربية في كل العمارات ما شاء الله، تشوف المنتخب المغربي صوروا في العمارات، يعني قطر كانت يعني منظمة هذا المونديال بطريقة راقية جدا، اللي احنا كعرب نفتخروا بها. نعم، يعني الملاحظ هو انه هذا المنتخب المغربي ما نقولوش يعني واحد المشاعر موحدة من طنجة الى الجويرة، ولكن كيف هذا المنتخب يعني وحد المشاعر بين من المغرب الى الخليج الى افريقيا الى اوروبا، وكأنه احنا امام سر معين ضمن هذا التضامن. هذا المنتخب، هذا الاسود كيف قلت، ما وحدوا فقط المغرب من طنجة للقويلة، بالعكس وحدوا العالم، لأن لقينا حتى أجنبيين من ألمانيا، من إسبانيا، من فرنسا نفسها كانوا مشجعين للمغرب، رافدين رايات المغرب، دايرين نجمات مغربية. هذا وحد العالم، هذا الأسود وحدوا العالم، خاصة العالم الإفريقي والعربي. منين والله العظيم منين كنا في الملعب وتشوف هذو السعوديين وتشوف هذو الكويتيين وتشوف هذو التوانسة وتشوف هذو الجزائريين وتشوف هذو الناس رافدة الرايات المغربية، متحمسة مع المغرب. الحمد لله احنا ما نقولوا عنا ما فزنا، احنا فزنا، احنا يكفي اننا فزنا بمحبة هذا الجماهير، محبة الدول العربية، محبة الدول الإفريقية، يكفي بانه المغرب أصبح تاج فوق رؤوس هذه الناس كامل. قال أنه ربحنا كأس قلوب العالم. والله العظيم هذه نقولها بكل ثقة، وأنا نفتخر بالمغرب ونفتخر بالمغاربة ونفتخر بهذه الأسود، لأني حسيت أننا الحمد لله شيء كبير، وخاصة في هذا المونديال اللي هذا الأسود عطاونا تاريخ اللي تكلم عنه أجيال في أجيال في أجيال في أجيال، وهذا مفخرة للمغرب. ومن خلال هذا المنبر نهدي هذا النجاح الكبير، هذا النجاح الباهر اللي كيف قلت لكم هذا تاريخي، نهدوه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بعد صاحب الجلالة نهدوه للشعب المغربي والشعب العربي والإفريقي، لأننا رانا حققنا منجزات اللي هي ما شاء الله عليها تاريخية. يعني حققنا منجزات، ولكن أمامنا أيضا مقابلة الترتيب اللي ما خصناش نحققها. إن شاء الله لا نكون احنا رجع المقابلة ديال فرنسا، شنو الشعور اللي جاك سيدي؟ والله العظيم الأسود لعبوا وكانوا على مستوى عالي، ولكن الحظ ما ساعدهم، ما كانوا يعني أنا كنت مباشرة في الملعب صفوف يعني الأمامية، وشفت
عنهم الأسود والله اللي لعبوا بها، ولكن ما ساعدتنا الحظ أبدا. لكن شنو هي الكلمة ممكن نقولوا إحنا على بدع يوم تقريبا من المقابلة ديال ترتيب ألبوم كرواتيا للجمهور أيضا للاعبين، كيف ممكن نحفزوا الهمم ديالهم؟ هو في الحقيقة الجمهور كان جمهور ما شاء الله عليه حمس للاعبين، اللاعبين كانوا مرتبكين بعض الشيء، وخاصة أيضاً كان العياء وكان المرض، كانوا فيهم لاعبين اللي كانوا مرات. المنتخب الفرنسي جاء مستعد لأنه كان مرتاح، لأنهم كانوا يعني لعبتهم صحاح ما شاء الله. إحنا الأسود ديالنا كانوا تعبانين، كانوا فيهم مرات، كانوا يعني فقط الحظ، ورغم ذلك لعبوا وكانوا في المستوى، ولكن الحظ هاك الكرة القدم هي هذه، دائما في رابح وخاسر، واحد النقطة سيدي زهر حيدر، هو لاحظنا هاد اللاعبين ديال المهجر رغم انهم تزادوا وكبروا في واحد البيئة اللي مختلفة على المغرب، ولكن ذاك الارتباط كيف ممكن تكلمينا على هذا الارتباط الوطن بالبلاد بالراية؟ اولا هذه استغرب لها الكثير من الناس، استغربوا بأن هذا الأبطال كيف هما رباو كحاكمي الأسود الثانية، رباو هيه، رباو في الخارج، رباو في إسبانيا فرنسا، ورغم ذلك اختاروا بلادهم يلعبوا في بلادهم، لأنهم أمهاتهم مسلمات، كل شيء من الأم، كل شيء من المرأة، منين الأم تربي ولدها على حب الوطن، فالطفل الشاب غادي يختار بلاده. احنا كأمهات كنشوفوا هذوك الأسود كامل لأولادنا، كنفتخروا بهم وكنفتخروا بأماتهم اللي رباوهم هذيك التربية، لأن احنا ها هما أولادنا طالعين أجيال، أعطاوهم واحد الرسالة اللي احنا كأمهات افتخرنا بها وعجبتنا. والأكثرية من المشاركين الشباب اللي جايين جابوا معاهم أماتهم، منين شافوا هذا اللعابة اللي قضوا عند أماتهم ويجيبوا أماتهم الملاعب ويجيبوا ركزوا معاهم، سمعة خلات الشباب يرجع لأماته، وخلات الشباب ينتبه بأنها راهي الأم هي كل شيء. هذه راهي رسالة للعالم ورسالة للشباب بأن هذاك المنتخب المغربي أعطى رسالة للعالم وساعدنا احنا في تربية أولادنا، ساعدنا بأن راه رضات الأم ورضات الأب راه هي كل شيء، رضات الوالدين راه يمكن تنجح بها. فهذه كانت مفخرة اللي أنا كنشكر المنتخب المغربي على أولا على هذه الرسالة اللي صيفط الأولاد المسلمات بأن راه المرأة المسلمة هي اللي تخلي ولدها تجعله وطني، تجعله مسلم، تجعل منه كثير من التربية الحسنة. سيدة زهرة حيدر شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، وشكرا لهذه القناة اللي تحتي الفرصة بأنني اليوم نتكلم عن المنتخب المغربي، ونتكلم عن ضيافة قطر، ونتكلم عن حماس العرب كاملين والأفارقة، وشكرا لكم أنتم كذلك. الله يحفظك. بارك الله فيك.